بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير ولد عدنان وعلى آله وصحبه الشجعان ومن تبعهم بإحسان على مر الزمان. أما بعد، بنيرين بريز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دسبيكي دعاش وطارت كين إيمان واستقامة برزقي مبكت، دعاش وطارت كين أزمونك ذاكر، دعاش وطارت كين دلك شاكر، دعاش وطارت كين بدنك صابر بو هر ايشك، بو هر بلايك، بو هر نساخيك، بو هر نخوشيك، خو تعالى برزقي مبكت كو اف بدنا صابر بت خل اجرو خيرو بركتي خو تعالى بقرد كا كنجي خو تعالى دي رحمه دولوفاني بارينت خو تعالى اف صبر برزقي مبكت خو تعالى الهوارة مظلومة بت، الهوارة ديندارة بت، الهوارة نساخة بت، الهوارة فقير وجارة بت، هر اكشوانا درجهك خير وبركة ورحمة بوفكت آمين يا رب العالمين. بلي بنيرن باريس جارك دي أموهين ديل دور بوباتكيل دور موضوعكيل دور محاضرة ودرسك بتجهي فايدة ومفا الدنيا وآخرة ما إن شاء الله. أو جبنا ونيشان أخطاء الناصحين خلتين وانكسا أبي نصيحة المقابلة كن كاب تشيوا بتشريك بتشأجر بتشرفتار وقتی اف نصیحتها هنی دگهین نی مقابلی که اف نصیحتها هنی چند خود تعالی دی حساب کت اجر و طاعت و عبادت و چند دی خود تعالی دی رد کت حساب نکت که اف مرو و نصیحت کرده اف مرو و بانک خواز اف مرو و امر معروف کت نهی عن منکر کت خود تعالی احتمال چه اجر و خیر و طاعت بو حساب نکت و جا اخطاء الناصحین هندک خالتینا اش مرو ود ات نصیحت کرد چید بن مقابلي وي كسي اوي خالتي كيري اب كسي نصيحتي كت شاش حفت خالت ات خالتي انا دفيت مروف ليه الشار بت مروف توشي نبتي مروف نيزيك نبت مروف ابوان شي وفان ريكت هاني نصيحات المقابلين كت شبي نبت كو نصيحات بنستلك اساسك قالك جرينجا بلكو او دينا بيغمبر عليه الصلاة والسلام وقت بيجت الدين والنصيحة دين بيك هاتيش نصيحات اف نصيحه تاني قالك جرينجا وقالك ضروريه وقالك واجبه او كسي خو تعالى اف صفته برزقي كربت او نعمتك ودانا اجدف خو تعالى وقت خو تعالى القران بيروز بيجد وما يلقاها الا ذو حظ عظيم او كسي افريكا شورو كاريوي نصيحه بت بو مقابلي بو جواكي بو خيزاني بو كروكتشي بو يوفتري او خو تعالى كلمك ما ظن قال كلام تميم الداريد بيجت بيغمبر عليه الصلاة والسلام قوت ما الدين والنصيحة بيشتهنك ما قوتي أي بيغمبر يخدي لمن يعني در حق كده بيجن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم يعني أف مجتمعش هندي بيكهاتيا أفت هني همي واجب سر ايكودو نصيحة الايكودو بكن واجب نصيحة الوانا بتكرن چه مازن بت چه بتشيك بت چه زنگين بت چه فقير بت چه دان عمر بت چه جنك بت چه جحيل بت چه زاروك بت هر کسا كي جوان جور مرو بت هاني محتاجي نصيحتنا اف نصيحة هاني خودين اكت وقتش مجتمع كي بيتا برهاندن و بيتا ضعيف كرن بيتا لاواز كرن و بيتا بيش قوابتن اف مجتمع بيشك خلالك مازن دي كابتا اتافاهية ويدا تباشا روجا ويدا تهولاتية ويدا تخيزانية ويدا تدسكافتية ويدا بيشك اف مجتمع دي خلالك بوشي بيت احتمالا دي برف انهياري بيشد خودين اكد هر اف نصيحتي جاروباري مقابل ناور گرد اگر تو بيني ما مستايل قطاب خاني سرخونا گرد قطاب يكي نصيحت لي بكد اگر کسانی که دولمند اش خونه گرید کسانی که فقیر شوی یعنی منزلت کمتر نصیحت لی بکد اگر کسانی که بر پرسا اش خود بیند جریمه حولاتی یک بیت نصیحت بر پرسی بکد و نصیحت الملا الحکمتی بکد و نصیحت دسالاتی بکد احتمالتی تیند داری بلکود بیجد او سنور بزاندنه بلکود بیجد او بیروشتیه بلکود بیجد افا يعني زيادة قافية وصا هزرت كن احتمالا در حقي ويكاسي نصيحة الواناد كت بل كو نصيحة نخير نصيحة طاعتك نصيحة عبادتك نصيحة
يعني أجرك مظن أخوي طالب دس يكسي بتينت أو نصيحتي بكت وبون مقابلجك بو يكسي ورد قلت عمر بن الخطاب خودي جرازي بت خليفة مسلمانة مشرق ومغرب الدس ده السر من بري برامبر هزارها ولاتي قوي خود ديني كو شد بيجت قلت أخطأ عمر وأصابت امرأة عمر بن الخطاب بهاي دانت خوفه عمر بن الخطاب دولة أفريقيا بريفت بت عمر بن الخطاب أفريقيا آية القرآن در حقي وديهات يا خوري مطابقة بو خفتني عمر بن الخطاب سر خوا قرت قلت أخطأ عمر وأصابت امرأة وقت يجين كرابي قلت أي خليفة مسلمانة در حقي آية تقوتي در حقي مهر صداقة جنكا نوصانا بل كوصانا وك أزد بيجم قال ويري تنازل بوكر قال ويري بشيمان بي قال ويري أبو خفتنا قلت سر من بري على الملأ واشكرائي بو خلقي همي قلت نقوت با كيموسي بو من نقوت با اشكان دينا بو امبراطورية من نقوت با لاوازبين و ضعف بو حكمتا من بلكو بيجيري بيكر بلكو دس خوشي لوي جنكيكر جنكك جبي نظلامك جبي يا سبحان الله أبنا وقت بر برس مسؤول أوصى قداري بكن بو حقيقي كل كيري شنيكو تنازل بكن هنجي خوط على دي دنك بدان وان و باشا روجا وان دي قشكت و نعمتي تزور مازن دي قلوانا كت هر أف نصيحتا هنية أقري مقابلي ورقرت أف عملك صالحة بو مروفي أقر بكت هر أف نصيحتا هنية بو مقابلي وقت تقوتن خلتي تويدي كيم بن هر أف نصيحتا هنية خوارتي دي بير راز بت هر أف نصيحتا هنية حاجي كرنو فيان دي تنوف كومال قايدة بيدا بت هر أف نصيحتا هنية درقاكش درقاي صلاحية هل أف نصيحة هانية بشكش بش أمر بالمعروف والنهي عن المنكر أي خط على خلطك ما ظني داي بويكسي أفريكا بواجبي أمر بالمعروف والنهي عن المنكر رابط فضيل بن عياض خديج رازي بتبيجت ما أدرك عندنا من أدرك الدف مات وقت مدى زمان مدى تابعية وصحابي بيروز تبيجت الدف مات جفاكي مدى ما معيار هبي ما مقياس هبي ما مقابل بيت بيفا او چه معيار اي فضيل بن عياض خديش ترازي بت و چه بيفر هبي و چه مقياس هبي و چه و خلقيت بيفا و چه و زاني فلان كس تقوى دار و باور دار و رازگو و خدا روشت و چه و زاني تقول ما بلغ من بلغ عندنا بالصلاة والقيام كسا كش مبروجي و قيام الليل نقهشت او مستوى برزو بلند وك اوانا او تقهشتيني بهندي بسلامة الصدر دلك صاخلم هبين دلك باقش هبين وبشتي هنجي والنصح للأمة قلت أول دف ما بيروس ترين كسبي أو كسيت نوف جوفاكت مدى نوف كولان ومحلت مدى نوف مجتمعي مدى أفا فضل ابن عياض بيجد دف ما أو قرنج بي أو بقدر بي أو تقوى دار بي أو مردمير بي أو ظلام بي أي هاتب ونصيحتك المكربوة ما بتشوفك مظن ساحت كري ما تنازل بودكر ما قهدار يويدكر او الدفن بقدر بي او ما مستوي ما بي او ريبري ما بي او بيشوي ما بي قلت او بالدفن معيار الدفن افا بي كي تت نصيحة المبكت او الدفن بقدر ترى كي بت نصيحة المبكت واستنازلي بكم السبيكري بوقفتني بكم او مجتمع سركتيا فضيل بن عياض بيجد ام وصى ما ما ما, ما يعني دانستان دقاليك بتذكر ما وصى مقاييس ومعايير بو خوشي كربين بو كومالغا هو جوباكت خدا بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيجد كل بني آدم خطاء نينا كسانكي إلا دي توشي خلاتي بت أو كاس بجا مظن بت أقر بتشيك بت أقر زنجين بت أقر فقير بت أقر جنك بت أقر ظلام بت أقر جحيل بت أقر بربرز بت أقر رئيس بت كل بني آدم نقوتا تني أو نبت مسؤول بت نقوت تني او نابت اقر رئيس بت نقوت تني او نابت اقر وزير بت نقوت تني او نابت اقر حاكم بت كل بني ادم هر كسك هبت دخلت يوكت بلكو خلت يوم ناوى كوي مقابلي كتت خلت يدا اشكال ما ناوى بس مشكلة سالكي اوى كاب شريك او خلت ديت شارة سالكرين بشريك او خلتي دير راس بدفا دي بشريك بش اسلوب بش كريار دي مقابل تيجيني كو دي بيجي دي من بتفايا او شولو كرياري تتكي خالتا ولا افيبكا
علماء دست نشان کردن گفتن هفت ریکن هفت وسیله نه هفت خالن دویت تو وقتی مقابل نصیحت المقابله بکی اف هفت خالت هنی دفت نبن اف هفت خالت هنی تو یعنی بکار نینی اف جله گرینگا دا نصیحت تا تأثیر بکت دا نصیحت تا برهم پی ببید دا نصیحت تا اجر و ثوابش دفع خدا علی تو ورگیری ای کشوانا لا تبغی حظا غیر وجه الله بزانه او کسانی تو افریقایی دی رابی دی تلفن اویکی دی نامه ای کی بو افریقی دی نصیحتی لیکی بزانه تو بو خود تعالی دی نصیحتی لیکی نجبر کو بو دنیای بو کسا بو کسانی که بو جهته که بو نفسا خوا بو مثلا بو شکاندن اوی بیت بیجت دویت خالص بو خود تعالی تو نصیحت المقابل بیکی و اجبر خودی دی نصیحتی لیکی نجبر کو خلاتی در حق تدهی کری در حق نفساته کری در حق شولکته کری نخیر تو نصیحت لبکی خالص با خود تعالی افادی بر هم پیوید اگر نبو خود تعالی بد مراجعه کردی خوب که نفس خوب ببینه نیت خواه صافی که اگر تو بزانی افریقا دی نصیحت الیکی کی بس نبو خود تعالی بزفره و نصیحتی نکه گلک چیتره نیت خود درست که و صافی که بزانه که دی بخود علی نصیحتی لیکی اش نیکو بری خوب دهنده و هر نصیحتی لی بکه بزانه که چمکنی اگر تو نبو خود علی نصیحتی لی بکی این هذا عمل غیر صالح اف عمل یعنی دی تتوشی خلط یا کت احتمالا بران برهنده احتمالا او خفتنه که نخوش جبتا خالق دی لا تبدأ بالفرع قبل الاصل اهم کشکه شنیکو بری خوب ده مهم نصیحتی لی نکش برکو صغائرات کت کبائرات کت اولی ویش کبائرات وده شنیکو ورا صغائرات ابدا بالاهم یعنی مهمه گرین کشکا پشتی هنگی درجه دوی که کشکا دست بوی بکا اف مبدا تدرج پیغمبر علیه السلام نیشا صحابیم پیروزی دایی نیشا امت خوی دایی تدرجت نصیحتی دنبت برهم پیوناید پیغمبر علیه السلام بیشتر معاذ یا معاذ اینکه تأتی قوم من اهل الكتاب تو دی چی بانگوازی کی اف دین گهینی هندکا بلکو اهل الكتاب سر دیانتک دینا فدعوهم اول تشدی گلوانا کی فدعوهم الى شهادت ان لا اله الا الله و اینی رسول الله اول تشدی گلوانا آفا گهینوانا فا اینهم اطاعوک اگر گهداری تکرن و پیگیری پیکرن پیشتی هنگی فاعلمهم إن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة بشتينجي بجهينا وانا خوت على سروانية فرس كري بينج نبيجا بكن تشافوا روجا كده فإن أطاعوك أجرشنيك وجوه داري تكرن فأعلمهم إن الله قد افترض على أغنيائهم أموالا أن ترد على فقرائهم خوت على بهر بشك فقير وجارة يكريت بارد زنجينا ده إشوانا بتورجرتن بسر فقير وجارة بتا توزيع كرن افت در رجاهانی پیغمبر علیه السلام اش قصد نگوته معاذی افت در رجاهانی زان دی اسلوب اویا طبیعتا انسانی وصانا فطرتا بشری وصانا تی پیکیران درجه درجه ایک ایک تدرج پینگاف پینگاف حتا پشتی هنگی برهم پیو بید خالق دی لا تجاهر بالنصیحه هذا مصیبتا نصیحت آشکرایی المقابلی نکه چمکین طبیعت انسانی وصانا او کسانت او خلطیت کت اگر خلطیت بچیک بیت او مازم بد ابد حش هندیانا کت مروف او اشکرائی خلطیت و نیشاوی بدت اش خود علمات بیجن فجمل نصائح که بالاسرار یعنی نصیحاتی ده دیگه هند لاو بد هند کشخه بد هند بقدر بد هند دی پیگیری پیتا کرن اگر نهینی بد توی واره که وقتی که اگر مجال تا هبت سارده تو او بتنی بن وقتی که تماجر هبت تو اول جه که بتنی و در رنجت من خواری هنگی نصیحتی لب که اش خو اگر ات گوهید تو بیجی هیچ تو دی پتر مقبول بد هیچ تو پتر دی حجی کت وقت امام شافعی خودی جازی بد بیجد تغمدنی بی نصحی که فی انفراد نصیحتی لب که بس وقتی از تو بتنی تمینین و جنبنی نصح فی جماعه هشیار بد نف وقت نف بین ششک هفالت من دورمانیت مدبن هنگی نصیحت المنکه ادبیشت فإن النصح بین الناس نوع من التوبیخ لا ارض استماعه نف خلکی ده تو بی بیجی من فلان کس تا دهین اف خلطی کره بیشت اف نوعک توبیخی اف اشکان دنه اف نبو خودی
چجوره من نبيت قهداري نصيحتي وصوبكم بيجد فإن خالفتني وعصيت أمري شو أجر تبيجري بأخفتني منكِ تو من فارينكِ ومن نصيحت المبكي إيش خو أجر أخفتنكِ نخوش من جهندتا لو مش منك إمام الشافعي خديش رضي الله بيجد بيجد برهمي نصيحت كرنت أشكرايت على نيدا ناف خلكيدا احتمال أخفتنك كريت بتتا بيجري نصيحت تجنيت كرن وخفتنك خلص جدر حقيقة دا بيتا قوتن جزاي هندي چمكيني تا أشكراي نصيحت الخلقي كر تا أشكراي نصيحت المكر آفدي برهمي بيت اشخو اگر خودين اكت يعني اگر نف خلقي دا وجو توي خلطي توي بيجي وجو أشكرا بكي آفدي بيت مصيبت آفا احتمال اوي كسي خلطيك مزني كري احتمال خودنك توانك كري وجدت بيبو خلقي آشكرا بكي علمات بيجن أفا نوعك يعني من أنواع إشاعة المنكر حاجكو تدفيد منكر آشكراي بتكرن منكر أجر آشكراي واتكرن خو تعالى سزادان بوانا يفري كري وقت شو خو تعالى بيجت إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة عذابك دجوار بوانا هي دنيا آخرتي أي أشكراي قناهات كن أي أشكراي فاحشيت كن أي أشكراي خلطيت مصنت كن بجا أجر تهات نوف خلقك كده تا أشكرا كر أو جريمة فلان كسي كري أفاجك علماء دستني شانت كن بيجن نوع من إشاعة المنكر وديارة تدفيت أف منكر بربراف بت أفا نار ريكت نصيحة كرنية أفا نار ريكت شارة سير كرنية خالك دي لا تجرح دي بمقابل بريندار نكا اگر تبفت نصيحات تبرهم ببيت هي مقابل بريندار نكا بلكو انتقي احسن الالفاظ اللي بقرا لو ترين بيف كيشكا اشنيكو بو بيجا دوب جهد خو تعالى وقت القران بيروز بيجد وقل لعبادي يقول التي هي احسن لو ترين اخفتن يعني اللي بقرا اشنيكو دا برهم ببيت وقولوا للناس حسنا أفبقى إن خلكي نتوي أشكرا بكي نتوي فضحيني نتوي بريندار بكي نوي تبشكيني أفا غير غلق مهمة بزانا وقت تبقى أخفتني كي زبر تو نصيحات المقابلت كي بزانا نفسي وي إسلوبي نفسي وي أخفتني تشيب إسلوبكي لو ترتب كهيني هر دي كارتي كرين ليكت هر دي استفادة جيكت دي بتر مقبول جبت خالق دي بينجيت بيجت لا تكن يتيما النصيحة يتيما النصيحة شوا وقت تا نصيحة ليكر تخلتي ونيشادا بوي رونكا بوي شروفكا اشبرتي تا أبا قوتي تا تجي دفيت سيزادانوي چي اگر او خلتي بردام الدفما شوا دلي تا بيويا بوي رونكا ينوف دلي خوبو بيجا أبا قلق گرنگا چمكيني خلق وك علمات بيجن متفاوتون عندك عالم عندك زانانة عندك أمينة عندك طبيعتي وحشكة عندك نرمة عندك ظلامك دانة عمرة عندك جحيلة عندك يعني مقابل دفتو نفسي طوانا بخويني دفتو بزاني أف نصيحة داني عندك هنا تبسري ليه واتو بيجي تتقهد عندك هنا دفتو بدفي بو بيجي عندك هنا دفتو برسالة بو فريكي عندك هنا دفتو بو شرحكي بساعاتو الدفريني يا خواري عندك هنا دفتو مجادلة قلبكي دانستان داني قلبكي وصل قناعات بو تشينو بتب نصيحتك احتمال سي ساعات دقل ريني يا خواري حتى تو بس تبكي تبقى هيني حتى اف نصيحته هاني برهم بي بيت بجاب نصيحته هاني جيك وك ما قوتي عندك انا ظلامك مازنا تشينو بت نفسي اسلوبي القل جحيلة كي تب كاربيني كسانك امية تشينو بت نفسي اسلوبي تب كاربيني قل كسانك خدان شهادة وزانا يعني هر كسكي انزلوا الناس منازلهم بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيجد هر كسك المستويوي نصيحة بجهينيه خالك دي لا تكثر الملامة والعتب بر دام بيراوي بيني تاني تجارك قوتي وقوي خداتا وجارك تو بيجي ساعتك ديش تو بيجي ايفوريش تو بيجي بشافج تو بيجي روشا ديش افا يعني راستي علامات بيجن افا نوعكش اشكان دينيه افا نوعكش كو تشبر هم بنصيحاتي تبا نيت ورقرتن خو تعالى شطاعة عبادة جب وتناول حساب كرين بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيجد ما كان الرفق في شيء إلا زانه
وما نزع من شيء إلا شانه. رفق هم وخفتنك تجهانده تخلتي وبودس نيشانكر كفايته أو بخدي تجهد وبأسلوبك لوجيك. ودي سنة تبو بيجي أي فلانكس بخدي دل ممتبعه أي فلانكس بخدي إجبر هواليني هزدي أبي بودة بيجم أي فلانكس إجبركو روجكش روجا مصلاف إيكو دو كربي إجبركو تجيراني مني تمروفي مني تنياسي مني أف أخفتني دي بودة بيجم أف نصيحتاني دلتكم. پیغمبر علیه السلام دستی معاذ گرفت دی نصیحتی لکت دی چی بیشتی؟ اول تشت بیشتی یا معاذ اینی احبک یا معاذ اینی احبک از حشتت کم معاذ دلیوی گشکر دلیوی وبی که پیغمبر علیه السلام چی بیشت؟ شنی که گوتی؟ فلا تدرن دوباره کلی صلات ان تقول اللهم اعنی على شکرک و حسن عبادتک. نهی لای معاذ وصای گهانده معاذی خودیج رازی بد. خالك دي أبش حم وقرنك ترى لا تستعجل النتائج الفورية الهي فيو هندي نمينا سحاري من نصيحات ليكر فيقو بدي خبواشكت دهي من نصيحات ليكر أفريكا دي أو شوري تخلت وكرياري تخلت دي هيلد الهي فيو هندي نبا واجبتا تسرخو أداكر تواجبي خو قهانت تنصيحات كر خوي تعالى سروي حسيبكر حجت خلاص تقهان دي نتائج وجا افريكا بيت صباهي بيت هيفك دي بيت صالك دي بيت او خود تعالى زانت استجابة لدف خود تعالى او شد اللي يفكت او شد ولي بك قناعة بوتشيكت برف خير واصلاحي ذا بيت اقل اوناكت نصيحاتي تفيدناكت شن نصيحاتي تلاوبت مطابق بت بو شرعي خود تعالى ديف منهجي بيغنبري بيت عليه السلام بس اقل خود تعالى يعني استجابة ندتي اگر خوت على دلیوی نفکت، اگر خوت على دلیوی نرم نکت، اگر خوت على رحمه نکت دلیده، مستحیل نصیحت تا استفاده جیب کت. اما گل گرینگا، وقت چه پیغمبر نوح علیه السلام بیشت، ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم، بس بالمقابل، ان كان الله يريد ان يغويكم، هو ربكم و اليه ترجعون. نصیحتی من چه فایده لو ناکت؟ اي قوم من، اي ملتی من، اگر خوت تعالى ویا وبهلاكات ببت أجر خوت على فيا ودير بيخاتش صراط المستقيم نصيحتي من فيدل ونوكت خوت على بشتي بيغنبري عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت سورة القصص أو تبين جوشاشي أو تكتبيجد وما على الرسول إلا البلاغ بس يسر بيغنبري أو قهان دنا وكيدي نتائج دستي خود تعالى دنا خود تعالى أجري داي هندي بو دعاة ومصلحة كو وقت تجهينن اجر نهي لاي بي في هندي با دي چند استجابه كنش نيكو دي اجري دموا نخر خوت على وصح حساب نكرا خوت على قوتي بس سر و واجبي بانقوازي بجهينن نصيحتي بكن بشتينجا با اجري وا نتائج بيت نئت او نشو لوايا عندك خالدي سراكينا كو يمرو بت او تخلتيت كت لهشيار بت بزانت كو او كاسي نصيحات المرو بت كت يعني خيرو مرو بت بيت ادفيت مروفش اغري قرطار بكت ابا قال اغرينجا واجبي وجزاي اوا مروف شكراوي بكت وبني واشوا دعاء بكت واجبي كسي او نصيحه المبكت ابا قال اغرينجا خالق دي خطر ترين تشت اوا وقت مروفت اوي خلاتيت كت وكسانك بيت نصيحتي لي بكت بجا وقت اف او خفتنا بان بربلاوت بت وقت بيجن ابا تدخل على شؤون الغير وقت بيجنا شولي مني طيبته أفي كساتيا مني شخصية تا چي شول منا سخلتيا بكم نكم قناها بكم نكم نشولتيا تو نصيحات المبكي أفي قريداي بكساتيا مفا شخصيتا مفا أجر إنسان وليهات أجر هاولاتي وليهات أجر مروف وليهات أجر مسلمان وليهات كوي مقابل وقت نصيحتي لبكتو في برس في بدتي في أخفتني نقل بيجت أو انحطاط الخلق بيجني أو تشرى وش تلدف في مروفي نمايا تش أخلاق الدف في مروفي نمايا وأن واجبي ويكاسي أوا أو خالتيت كتو إيك بيت نصيحتي بكت إدفيد دس خوشي لي بكت شكراوي بكت دي تش أغري جهنمي قرطار كت أري في غوفي إيك ني مالاوي أغر أغر تي دبت وتنيفا مازالي دبت إيك بيت وي خلاص كت وجاو بيجتي
تشولب منينا أفا مولو منا بلا أستيفا بصوجم أجر إنسانك وصل برسف بدد تبيجي عقل سري في إنساني دهيا بالمقابل أو مروفي تيت نصيحة من مروفي بكت إش أجري خلاصت كت مش أجري ويفتر مش أجري دجوارتر يا سبحان الله أو كساني سر نصيحة التكبري بكت حاجكو أوي جهشتي درجة كمالي كمال بس بخود تعالى پیغمبر علیه السلام پیروز ترین کس سری عرضی چت بیجد انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون از جبیرتكم وقت چو هین جبیرتكن فاذا نسيتو فذكروني اگر مجبیر کر بیرام بینن سبحان الله عمر بخطاب بیجد رحم الله من اهدى الی عیوبی یا سبحان الله افا املاق الاسلام فاروق الاسلام عمر بخطاب اگر و بیجد پیغمبر علیه السلام اگر و بیجد با امش کیوانا با امل کیرینا با هم چند ضعیفین چند لوازین چند فقیرین چند هجارین دموید بیجن یا ربی نفسا ما وصا پاقش که وصا طاهر که تقبلو نصیحتی بکت اف نصیحت آهانه چپکین سر فرازی و میتی ده با دنیای و پاشا روشا ما و آخرت مجک دام هر و هر گوداری حقی بکن و سر حقی بمرین داخلاتك ما صنع الدفخة على ورقدين آمين آمين والحمد لله رب العالمين